السلام عليكم الزول في الاوان، مرحبا بكم في قناه كويزين ويزا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير بصحه جيده. في الفيديو تاع اليوم ندير لكم دي كريب سالي بلي ليغوم، يعني دي كريب بالخضر. ديروهم تمتم ساهلين. عندي هنايا المقادير، عندي نص ريتلا تاع الماء، لا حبيتو ديروا الحليب ديروا الحليب، كي مالي كريب عاديه انا ندير بالماء. نص ريتلا تاع الماء، زوج حبيبات بيض، 250 250 غرام تاع الفارينه، زوج مغارف تاع لا مارغارين دايبه، شويه تاع الملح ومغرفه صغيره تاع الخل، يعني باش تحي الوسمو تاع كيما لي كريب الاخرين نديرو لهم لافاني، هادو نديرو لهم شويه تاع الخل. نروحو لطريقه التحضير. نكسر زوج حبات بيض، فطائر تمتم ديروهم. عندي زوج مغارف تاع لا مارغارين دايبه، عندي نص مغرفه صغيره تاع الملح، ما نكثروش، ندير قبل الماء. عندي نشوف بالوسمه نص ريتلا، نشوف بالكاس شحال، زوج كيسان زائد كاس صغير برك تاع الماء. عندي هنايا الفارينه ثاني، نكيل لكم بالكيسان. راح ندير كلش على ضربه ونخبطهم بالباتر ولا بالبلاندر ولا بالبغا ميكسور كيما تحبوا. هكذا، ها هي الكاس الاولاني والكاس الثاني، يعني زوج كيسان تاع الفارينه. نديهم ونخلطهم في الوسخ، ونسيت تسمحوا لي ندير مغرفه صغيره تاع الخل. الخل قلت لكم باش نحي الريحه تاع البيض. هكذا نخلط هذه المقادير كامل على ضربه. تقدروا بالفوي، تقدروا بالبغا ميكسور كيما تحبوا. نخلطهم بالباتر ومن بعد نعاود نولي لكم باش نكملكم الوصفه. هاهم لي كريب ديالي بعد اللي ارتاحوا كما راكم تشوفوا. تحطهم في مكان يعني يكون بارد، غطيتهم، خلوهم يرتاحوا هكذا نص ساعة ولا هذا معدنوس. خلطوا دوك. عندي هاد المقادير، نسيت ما قلت لكمش درت له ندير له فلفل كحل. ندير فلفل كحل، حبيتو ديروا زعتر، حبيتو ديروا زعتر، ديروا واش تحبوا. انا نكتفي برك بهاد الفلفل الكحل. ندير معدنوس، ندير البصل الاخضر، انا عندي هذا، فوالا هذا ما طيبتوش هذا البصل الاخضر باسكو طري، هذا طري ماشي كيما داك اللي يتباع. عندي هنايا الفلافل الاخضر ولا الاحمر، نتوما ديروا نوع واحد اللي حبيتو. انا جوزتو شويه في المقله، الا ما تحبوش اللي حبيتو تخلوه هكذاك دخلوه هكذاك نورمال، ما تكثرولوش غير الزيت كي تقلوه باسكو ديجا شوشتو لي كريب دي فلون شويه تاع لا مارغارين. عندي هنايا لو طون، انا عصرتو مليح، نحيت له كامل هذاك الزيت فوالا. وانتوما واش تحبوا ديروا. دوك نخلط كامل هاد المقادير باش نطيبهم، نطيب هاد لي كريب هكذا. نتوما ديروا واش تحبوا الحشو، تقدروا تزيدوا الزيتون، تقدروا الزيتون الخضار ولا واش تحبوا. هكذا نخلطهم مليح، يندمجوا كامل. عندي هنا مقلاة، عندي شويه تاع لا مارغارين ولا لا حبيتو ديروا زيت الزيتون كيما تحبوا. انا ناخذ الخليط تاعي نخلط قبل ما يعني ما ندير حبه، لازم نخلط كيما البغرير سوا سوا كيما لي كريب. سي دي كريب وشنو هما خالي. ما تكثروش، ما تخرجلكمش خشينه، ها هي نخليها طيب تعقلها. نتوما واسوها بالعقل، خلوها شويه باش تصغدوها، سون فراجيل. هاهي هكذا
كيما لي كريب العاديين سواسوا. هكذا نخليها طيب تاني من هذه الكوتي باش نقلبها تاني. هكذا هكذا دوروها باش ما يتحرق لكمش ما تحرق لكمش الخضره. بعد انا واش ندير، انا نقلبها هكذا. نتوما اذا حبيتوا تقلبوها بهذا تقلبوها هكذا. يا بعد واش ندير، ناخذ شويه تاع فرماج هكذا، فرماج غابي اللي حبيتو، موتزاريلا سورتو موتزاريلا هايله. سينو نديرو فرماج اللي عندكم، فرماج بورسيون واش تحبوا. بعد واش ندير، نبليها هكذا فوالا هكذا، ونخليها حتى تحمر. ندهنها شويه باش كي نقلبها منا يعني هاد لا مارغارين ولا الزيت يعاونها باش تحمر. نقلبها من هذه الجهه هكذا. ديروهم للدراري فيهم الخضر يعني اقتصاديه، ما عندهاش يعني لا لحوم لا غير نجيتو. انا درت لها المعدنوس دوك تاني نقلبها من ها شتو هاكا راهي تحمر. متحطوش غير الزيت وتاني كيما درت الواسمو للطون، هذاك الزيت غير عصروه مليح. وكي تطيبوا الفلفل وكامل ديروا غير شويه تاع الزيت هكذا. نحيها ندير لكم واحد اخرى. نقصوا النار، نقصوا النار قبل ما تحطوا، ديروا الزيت ولا لا مارغارين قبل ما ديروا خلطوا. هكذا ديروا غراف، قص غراف هكذا يكون كبير. وصاديبو المقلة، كل وحدة والمقلة تاعها كيفاش. هكذايا شعلوا النار خلوها حتى وين طيب. هاهي هاي طابت منا، دوك نقلبها فوالا. ما تمسوهاش دوكا، خلوها شوية هكذا قص دقيقة باش تقدروا تحركوها. هاهي هكذا دوروها هكذا، بعد دورو فيها هكذا باش طيب كامل كيف كيف باش ما تحرق لكمش هذيك الخضره ما تتحرقش. فوالا انا ندورها هكذا. بعد ندير لها الجبن فرماج نقلبها هكذا برك. ها راني نديرها هكذا غير نمسح تاني ما تكثرولهاش هكذا باش تحمر. هكذا برك هكذا وخلوها طيب سينو تقال طاب لكم خضره. فوالا هكذا هي فوالا. زيدوا من هذا الكوتكوتي وخلاص. هام ليك لي كريب سالي ديالي بعد اللي طابوا كامل كيما شفتوني. فوالا هام ليك بردوا شويه خرجوا هايلين كيما قلت لكم. طيبوهم كي تقلبوهم طيبوهم بالعقل باش طيب الخضره فوالا. ولا بات لازم ترتاح قبل ما ديروا لها كامل لي ليغوم كامل فوالا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفه. ان شاء الله هايليك فوالا. هذه بردت مليح. هامليك هامليك الفطائر ديالي هايلين يشهوا. ها الفرماج. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه ان شاء الله. الا كان عجبكم ديروا لي جيم،
دعموني بالتعاليق، بارطاجوا مع الأصدقاء والأحباب اللي طاعوا الفائدة. نبقى لي نقولكم تهلاو في روحكم وفي صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو آخر بإذن الله.